احبتي اهلا وسهلا في فيديو جديد، والناس اللي غادي يشوفوا لي اول فيديو نبغي نقول لهم مرحبا بكم، تشرفوا وتنوروا قناه نكهه مغربيه. الفيديو غادي يكون فيه هذا البريوش اللي غادي نقدمه بالوصفه الاصليه والمتداوله عند اغلب لي شيف الكبار ديال الباتيسري. غنوجدوا بريوش فرنسي على حقه وطريقه، غير الريحه ديالو هو تطيب ملخصه كلشي. الا قلنا عليه بحال القطن فهو فعلا بحال القطن، من الداخل تيكون هشيج بحال هكا، وهذيك البابا اللي فيه الداخل فهي تجي عامره وجد غنيه، والعضه فيه جد مختلفه على البريوش اللي تنعرفو وتنوجدو ديما. ومن برا تتكون دايره به واحد القشره رقيقه وتتكون محمره ومقرمشه، يعني راه ما تيكونش رطب كله. وهذا هو البريوش الناجح اللي تيمتاز بديك القشره اللي تتكون رقيقه ومقرمشه من الفوق. غير من خلال المكونات ديالو غادي يبان لكم بانه جد غني، وحتى اللون ديالو من الداخل ما تيكونش ابيض ناصع، وانما تيكون بحال هكا مايل للصفريه شويه. وهذا الشيء راجع لكميه الزبده والبيض اللي داخله في العجينه. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتكتشفوا معايا المذاق الحقيقي ديال البريوش. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، فما غاديش تكون شي حاجه اللي غريبه او اللي معقده. غادي نحتاجو فقط واحد 5 البيضات يكونوا صغار او 4 كبار، واحد 200 غرام ديال الزبده، ولازم تكون من نوع الحيواني وتكون الزبده نوع جيد، 100 مليلتر ديال الحليب، 100 غرام ديال السنيده، واحد الساشي ديال الفاني، واحد نص معلقه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخميره، وتتبقى الكميه على حسب الجو، و 600 غرام ديال الدقيق الفورس او الخاص بالحلوه. انا غادي ندير نص الكميه خبزات صغيورين بحال اللي شفنا في الاول الفيديو، والنص الاخر غادي نخليه قطعه كبيره اللي غادي نقسمها من بعد ما تطيب، وغادي نعمرها بهاد الحشوه اللي غادي نحتاج ليها. واحد جوج معالق كبار ديال الكوك، معلقه كبيره ديال السنيده، جوج صاشيات ديال الكاكاو، واحد الفاني، ومعلقه كبيره ديال الزبده، صفر بيضه مع واحد شويه ديال الحليب اللي غادي ندهن به البغيوش، وشويه ديال اللوز ايفيلي ومهرمش اللي غادي نزين به. غادي ندوب ديك شويه الخميره مع شويه ديال الحليب باش يسهل علينا ندمجوها وسط العجينه. انا غادي نستعمل العجانه في العجينه، ولكن ممكن نعجنوا هذا البغيوش غير بيدينا. غادي ندير الدقيق هو الاول، وغادي ندير فوق منه العناصر كلها اللي باقه الا الزبده هي اللي غادي نخليها حتى الاخر. غادي ندير الدقيق مع البيض والسنيده وديك شويه الملح وشويه الخميره يتعجنوا، ونبدا نزيد الحليب شويه بشويه، يكون دافي الا كان الجو بارد، اما الا كان الحال سخون فنخليه غير بحراره ديال المطبخ. انا هنايا 600 غرام ديال الدقيق، احتاجت ليها 100 مللتر نيشان ديال الحليب، ما زدت شويه ما نقصت شويه. فنرضو بالنا الا كان عندنا شي دقيق اللي يحتاج لنا سائل اكثر، نزيدو واحد المعلقه ولا جوج ديال الحليب، اولا ممكن نقصو واحد المعلقه ولا جوج الا شفنا الدقيق ما شربش لنا مزيان. صافي، منين تجمعات العجينه ودلكات غير واحد الدقيقه ولا جوج، غادي نبدا نزيد هذيك الزبده اللي خليت طريف بطريف. لازم الزبده تكون بحراره ديال المطبخ، ما تكونش قاصحه بزاف من الثلاجه، وما تكونش دايبه، لانها الا كانت دايبه راه غادي تجري لينا العجينه وتردها خفيفه بزاف. صافي، غادي ندير واحد الطريف ونتسنى حتى يتعجن ويتخدم مع العجينه، عاد غادي نزيد طريف اخر. خاص الزبده اللي نستعملو من الاحسن نشمو فيها ريحه الزبده، حيت هي اللي غادي يعتمد عليها البغيوش وتخلي الريحه ديالو تجي زوينه. انا هنا استعملت هذه المعلقه غير باش ننزل ديك العجينه والزبده اللي بقاو لاصقين ليا في الجناب باش يتخدم كلشي.
نخدمها واحد 3 دقائق ولا 4 حتى نشوف بان الزبده اندمجت ليا كلها وسط العجينه وما بقاش تبان. العجينه اللي غادي نحصل عليها بحال هكا، راها خفيفه بزاف وفي نفس الوقت جامعه راسها. غادي نغطيها ونخليها حتى تخمر وتطلع. من بعد ما خمرت لينا العجينه مزيان غادي نرش هكا واحد شويه ديال الدقيق، عاد غادي نقسم العجينه باش ما تبقاش تلصق لي العجينه بزاف في يدي. انا هنا العجينه غادي نقسمها على جوج، النص ديالها غادي نديرو كويرات صغيورين والنص الاخر غادي نخليه بغيوش كبير. صافي غادي نبدا نشكل الكويرات بحال هكا. نحاول ما امكن نخلي السطح ديال الكويره يكون ملس ويكون مقاد مزيان باش ملي نخمروا وندخلهم للفران ما يجيناش الوجه ديال البريوش مشقوق او لم ديفورمي. لازم الوجه ديال الكويره يكون ملس. وممكن نعمرهم بالشوكولاته بحال هكا اولا نخليهم عاديين. انا راه النص ديال العجينه خرج ليا 12 قريصه، 6 منهم خليتهم عاديين و 6 الاخرين عمرتهم بالطريفات ديال الشوكولاته. ودابا غادي نخلط ديك العناصر ديال الحشوه اللي غادي نعمر بها الجزء الثاني ديال البغيوش. من بعد غادي نطلق العجينه اللي خليت بحال هكا مستطيله ونحاول ما امكن يكون الطول ديالها قدو قد المول اللي غادي نديرها فيه الطيب. غادي نطلقها بحال هكا ونعمرها بدوك الحشوه ونلفها ونحطها في المول باش تخمر. وممكن هاد الحشوه هادي هي اللي نعمر بها ديك القريصات اللي درت في الاول، يعني في عوض ما ندير ديك القطع ديال الشوكولات نشكل من هاد الحشوه كويرات صغيورين ونعمر بها. عرفتي وين تنشكل في هاد العجينه بقوه ما كانت رطبه ما سخيتش بها من يدي. صافي غادي غير نلويها بحال هكا ونديرها في المول ونخليها تخمر. صافي ودابا غادي ندوز ندهن العجينه كلها بصفرة البيض اللي مخلط مع شي شويه ديال الحليب ونرش باللوز.
هاد القريصات اللي ما فيهم حتى شي حاجه درت ليهم اللوز ايفيلي، والقريصات الاخرين اللي فيهم بالشوكولاته من الداخل غادي ندير ليهم اللوز مهرمش غير باش نفرق بيناتهم وصافي من بعد ما يطيبوا. صافي هنا غادي نخليهم حتى يخمروا مزيان ويطلعوا، عاد غادي ندخلهم الفران اللي يكون شاعل من قبل وسخون مزيان على درجه حراره 200. نحطهم الوسط غير نشوفهم تنفخوا مزيان وبداو تيحمروا من التحت، عاد نشعل عليهم من الفوق باش يتحمروا كلهم. هاد البغيوش فيهم واحد الريحه وواحد المذاق مختلفين تماما على جميع انواع البغيوش اللي تنوجدوا ديما. نتمنىكم تجربوهم وتردوا عليا الاخبار، وكالعاده انا غادي نستنى التطبيقات ديالكم على الخاص في الانستغرام. من هنا الفيديو جديد، خليت لكم لهنا وراحت البال، وشكرا وبسلامه.